نروح لملفنا الثاني مع نجمي الكبير كابتن مصر الكابتن جمال عبد الحميد. يعني الاول بس عايز اقول حاجه، ذكرياتك مع حسام ايه؟ يعني انت كنت كابتن مصر سنه 90 وحسام كان النجم المتوهج الصاعد بسرعه الصاروخ، وركله جزاء ربنا اديها لكم قبل المنطقه ب 60 متر. شوفي فار والكابتن مجدي اللاعب ابو انت لو كان في فار كان الحكم خد محضر. والكابتن بكر رحمه الله عداله السماء تنزل على استاد باليرمو وانا كسرت التلفزيون اقسم. الماتش ده لا يمكن يا كابتن جمال، احلى ماتش اتعمل يا بكر. ده هو اصل سكن ذاكره المصريين. أيوه. كمان أيوه. والكابتن مجدي عبد الغني يعني كابتن طلع ميتين ابونا في الموضوع ده يا كابتن لغايه ما محمد صلاح جاب الجونين. هو معترف. هو الكابتن مجدي. وبعد كده بص بص الكابتن جمال ده مش طبيعي. الكابتن جمال مع الكابتن مدحت يلبي من يومين جابوا له كل اللعيبه الديفندرات، يقول لك مجدي عبد الغني انا محظوظ اني كان ورايا ديفندر مجدي عبد الغني واسماعيل يوسف وهشام عبد الرزاق في التصفيات الله يرحمه. يعني حتى الكابتن مجدي لما بيقارنوه ما بين احمد اسد اختار احمد اسد، والكابتن جمال قال لا مجدي عبد الغني. عشان لعبت مع مجدي عبد الغني وعارف مين مجدي عبد الغني، لكن لعيب كبير قوي يا ابو ناصر. لا هو ما كانش ليه حل، ديفندر مش طبيعي. كان جامد جدا يعني ديفندر، وبيجيب جوال وبيطلع معايا في الكورنر يطلع يزقني عشان يلعبها بدماغه. لا لعيب لعيب كوره وبيعرف يشوط كويس. لا مجدي كان فعلا كان بيمسح الملعب كله، كنت تبقى انت مرتاح ما ترجعش. دي حقيقه مجدي. وبعدين عايز اقول لك حاجه، مجدي عبد الغني انت بتقول كسرت التلفزيون، طب اما جاب الجول بقى يا لهوي اذا تسيبه بقى يفرحنا طول العمر. اقول لك صح ولا غلط؟ فرحنا ولا فرحنا؟ لا تخيل يا كابتن الدقايق اللي قبل ما يضرب ما يسدد الكوره كنت انت عامل قلبك عامل ايه؟ يا لهوي انت الريس مبارك قال له لعبتها ازاي؟ طيب يعني لما انت مش كنت معاهم؟ كنت معاهم قال له ما خفتش يا مجدي وانت رايح تلعب الكوره؟ فهو فرحنا، فمن حقه بقى ياخد السكسيه كله. هو فرحنا يا برضه يا حضيه. حرام عليك يا حضيه. حلو حلو جدا. بص الراجل ده بصراحه الجنة من الوقت كلهم دعوا له. كان يدخل الجول الحكم كان يخش جول. بس 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 يا لهوي. بس برافو حسام حسن، برافو عليك طبعا. هنا حسام حسن الذي عشقه المصريين. وبعد كده الكابتن هشام كان بيتفرج علينا بيزعل، هو صاحب الاسيست. لازم نقولها بالملي بقى، هشام يا كان عامل الاسيست وحسام حسن وقع ومجدي عبد الغني جاب جول وعادل عبد الرحمن هو اللي خد. كملها احنا خلاص، احنا عملنا مونتاج وشلنا الكابتن عادل. كفايه 500 سنه عادل. يعني مجدي عبد الغني بيقول له ايه اللي جراك؟ قال له ما يعني ما يعني ما افرحش. انا بفرح، لقيت الكاميرا عليا انا. لا بص خلي بالك وشوف روعه الاسطول البحري بتاعنا. وقوات البحريه اللي كانت موجوده والاكاديميه. لا الاكاديميه البحريه. منظر الاكاديميه في المدرجات كان مشرف ودايما مشرف بصراحه. ذكرياتك مع حسام في كاس العالم، بما اننا فاتحين ملف حسام. انا هتكلم قبل كاس العالم في الجزائر. احنا خلصنا الماتش 0-0 وعملنا احلى ماتش في الجزائر، وبعدين واحنا مروحين فانا وهو مع بعض دايما كنا دايما بنتكلم مع ابراهيم ومع احمد رمزي في الاوفرات وكده، فدايما بنتكلم معاهم مما بقى حسام قدام يبقى يلعبها ليا انا ورا علشان العب بدماغي وكده المهم يعني. فانا كنت حاطط ايدي على كتف حسام، فحسام بيقول لك يا كابتن جمال احنا مش هجيبك جول بقى، ده فاضل ماتش واحد بتاع الجزائر ده وما جبناش. حسام اللي بيقول لك يعني كان نفسه يجي، كنا نفسنا نجيب جوال هناك. عملنا ماتش حلو جدا، فقلت له جايز ربنا يكرمنا ونجيب جوال في ماتش النهائي ده. فاول اربع دقائق حسام راح جايب الجول طبعا. لو عند عطيه هشام عبد الرسول قلشها ما تكملها بقى زي بتاع الكاس العالم. انا هقول لو سمحت الكورنر اتلعب. ايوه فهشام عبد الرسول بيشوطها قلش قلوشه وراحت رايحه لاحمد الكاس. لاحمد الكاس احمد الكاس راح مثبتها ورفعها اوفر. كان في ثلاثه بقى، احمد رمزي حسام جمال عبد الحميد ورا بعض الثلاثه ياخدوا الاوفر. احمد رمزي دخل في حارس المرمى وحسام حطها جول، وانا نطيت بقى على حسام اللي ما جابهاش. لو ما جابهاش لو ما جابهاش فحسام راح اصطادها وجابها. بص ده الكورنر ده التشكيل من اوله يا باشا. ده بتاع هولندا. هو اول اربع دقايق المهم بقى في ده الجزائر. لا ده كاس عالم. ده كاس عالم يا باشا. والكابتن شوبير بيعمل اقالات. بطلت الاقالات دي يا كابتن شوبير خلاص.
يا ابو مصطفى انزل. ده ابو مصطفى بيلعب خماسي بيفوز بالعافيه بقوه السلاح يا جماعه اقسم بالله. يا لهوي يا لهوي على الكابتن شوبير، لو لعبت معاه خماسي تكره نفسك. بص بص يا لهوي على الفرص اللي ضيعها الكابتن جمال عبد الحميد يا جماعه. بس في كوره كانت امنيه حياتك تجيبها جول، قلت لي يا كابتن جمال. ما هي اللي هتيجي دلوقتي اللي هي بدماغي. يا لهوي على يعني حتى الكابتن محمود بكر لما محمد رمزي غزل ومشي 2000 جمال، يعني معروف ان طالما في اوفر يبقى في جمال موجود. اه بس احمد رأى غسلنا هولندا، دي بقى الترقيصه بتاعت ريكارد. دي عالميه، دي من اشهر الحاجات في الماتش. احنا قعدنا نزيط، دي اشهر حاجه في الماتش يعني بتاع كان اول مره حد مصري رقص ريكارد. يا لا وايه، وكان ريكارد كمان ريكارد مش اي حد. كل ده كان الشوط الاول، وكنا مش مصدقين يا كابتن ان احنا متعادلين مع ال سلام اسماعيل كان هولندا. فتلس ابن عمالسة. يا سلام على ابراهيم حسن. بص ابراهيم حسن، بص ابراهيم حسن. احنا كل ما كان حد يرقص يا لهوي على الكوره دي، كان كل ما حد يرقص. وبعد كده ايه طقم البفته اللي جايبينه من المحله ده، حرام عليكم. لا خلي بالك ده اهو الجول اهو، هو ده ده بتاعهم، ده الشوط الاولاني اصلا. المهم ايه، كان ادي الاسطول البحري اهو. كان حاجه جميله، احنا ما نزلنا شفنا الملعب بس هو على الكاس. شوف الكاس، ما صدقناش ان شفنا الملعب بالطريقه ديت. هو طبعا ده ماتش التاريخ يعني. كل انا بقى يعني انا هات لنا هدف الجزائر اللي بيتكلم عنه الكورنر بقى اتلعب هشام عبد الرسول قلشه واحمد الكاس وقفه. ولا مين اللي لعب الكورنر بقى؟ مش فاكر. ابراهيم حسن باين. ابراهيم فالحمد لله. وخلي بالك وكان دايما في الحته دي على الدايره هشام عبد الرسول. ايوه وجاب منها في التصفيات هدفين كتير في ملاوي. ايوه الله ينور عليك. بالظبط هشام كان هداف التصفيات. ربنا يديله الصحه والعافيه كابتن هشام. بص هقول لك حاجه مهمه جدا يا ابو نصر. هقول لك حاجه مهمه جدا. الماتش دوت المصريين احنا كنا هنموت ونوصل كاس عالم، لان كل دوره بنطلع منها. فالماتش ده خلاص بقى فاضل لنا 90 دقيقة ونوصل كأس عالم. حلم. ما تعادلنا هناك. فلما جبنا جول في أول 4 دقايق كان ممكن نجيب جول تاني وتالت، لأن احنا جبنا جول في أول 4 دقايق فممكن تجيب جول تاني. فعشان ربنا يعني يحسسك بالفرحة قوي، فضل 1-0 بس لغاية ما الحكم يحط الصفارة في بقه. كلنا عينينا على الحكم في الدقيقة 94. هو زود 4 دقايق. مش أنت بس. هو زود 4 دقايق على فكرة. لا كلنا، كل المصريين كلنا. أيوة كلنا. أيوة الشعب كله. وانا جيت جنبه بقول له كابتن صفر ده احنا خلاص هنوصل كاس العالم. قال لسه لساعه، كان في 3 دقايق وكان فاضل دقيقه. المهم فما يجي يحط الصفاره ببقه ويصفر بنهايه المباراه 1-0، اللحظه دي كل مصر فرحت. اهو شايف القلشه من اولها. شايف هشام عبد الرسول قلش اهو. احمد الكاس يعني لو اعطيت وقف الثلاثه اللي ورا بعض. ابص الثلاثه. المهم ايه سريعه مش هينفع تقف الثلاثه فعلا ورا بعض. بس هات عطيه والنبي الرفعه تاني لو سمحت، عشان بس الناس تعرف قيمه ان اللي بيهاجم حسام حسن بس يعرف احنا قدام مين، ولما يتكلم جمال عبد الحميد يبقى خلص الكلام. بص يا فندم دي اتلعبت جت على حسام. رجع تاني. وبعدين رجع. لا ما كانتش جايه من كورنر صح. كانت جايه من حته. بيشوط بقى بيشوط قنبله. أيوة. جت للكاس وقفه وقفه حلوه قوي. وعمل اوفر جميل جدا. ايوه شايف التيك اوف اللي عامله رمزي خبط من الحارس وانت. أيوة. كنت مغطي حسام وراه. هو الحذر السريع يضرب رمزي. وسام الكوره. وبعد كده مات له ساعه. ايوه طبعا يعني عايز يلغي الهدف. صدقني فاللحظه دي بقى بتاعت صفاره الحكم بنهايه المباراه 1-0 الارض اتهزت. مصر كلها والدول العربيه كمان كانت معانا، كله قام فرح في وقت واحد. كان ممكن يكسب 2-0 3-0 واللي يحصل الناس تمشي من الاستاد قبلها ب5 دقايق، انت تنزل تهيص اراد ان مصر كلها تفرح في لحظه واحده. صح. وكل الناس نزلت الشارع. في اليوم ده. فطبعا ده ماتش جميل جدا. وفي ماتش هولندا برضه. لا ماتش هولندا ده ما يتنسيش. ماتش هولندا ده بعد ما خلص اكننا خدنا كاس العالم. مصر كلها نزلت في الشارع. غسلت هولندا يا كابتن. مصر كلها نزلت في الشارع بالعربيات بالدنيا. والدنيا يعني بقى مصر كلها في الشارع فعلا. طبعا اكننا فعلا خدنا كاس عالم. طبعا من طبعا من اللحظات اللي 56 سنه ايمن ما وصلش يعني كاس عالم. 27 سنه غياب. 56 56 سنه غياب. انا اسف. أيوة. 56 سنه غياب. وبعدين الجيل بنعمل كره الجبس. وبعدين الجيل ده كمان كان واخد 86 جبار. واعتزل معظم النجوم. والكابتن جوري عمل انا عايز اقول لك انا كنتش رايح المنتخب ده خالص.
كابتن جوهري ما خدنيش. يا ما دي من دي من اهم ارادتي، الاراده اللي عندي اللي انا طلعتها لما رجعت بعد الاصابه برده، وانا مش في المنتخب صممت ان اخش المنتخب بس بلعبي مش بكلامي، ما 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 قلتش ولا تصريح في. انت مع الكابتن جوهري من 90؟ لا 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 من لا انا اقصد فتره من 90، من 90 سيبك من التصفيات وما قبلها، من 90 كاس عالم لاعتزالك 99 جبت كم جون فاكر؟ لا اعتزالي كان دولي 93. دولي دولي 93 93 هدف. المهم لا 93 جول، لا ما مش فاكر الاهداف مش فاكرها يعني. حوالي بطلت 93 حوالي 24 24 بطلت دولي 93 وبطلت كمان 10 93 4 4 93. اعتزلت الكوره؟ اعتزلت الكوره. انا كنت معاه من 88 اخرها لغايه 93. المهم فما جيت ما خدنيش عادي جدا، وخد بقى اللعيبه اللي هي صغار، خد ثلاثه بس كبار، مجدي عبد الغني وربيع ياسين واحمد شوبير، والباقي كله كان صغنن من اول هاني رمزي لغايه كان بيعمل احلال وتجديد. ايوه لغايه خالد عيد والناس ديت. فجيت انا كنت هداف الدوري، فطبعا الدنيا كلها ازاي كابتن جوهري ما تاخدش جنة، فبقينا اربعه احنا في المنتخب، وخد معانا طاهر ابو زيد، بقينا خمسه في منتخب مصر. بس الكابتن طاهر ابو زيد خد بحمله اعلاميه وحمله شعبيه. ما انا عارف هو انا بقى اتخذت بلعبي.